قال القارئ الشيخ العزب سالم، قارئ اتحاد اذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، فليتفضل فضيلته مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اشتركوا
Thank you.
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت
الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا لعلهم يشكرون
إن
مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة التي سعدنا بها لفضيلة القارئ العلم الشيخ العزب سالم قارئ اتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية. ليلة التكريم للوالد الكريم الحج إبراهيم محروس والد الأعلام الحج محمود محروس وفضيلة العلامة الجليل الشيخ سعيد محروس، شاكرا باسم حضراتهم وباسم آل هذا البلد الطيب أهله جميعا لكل من وفد لهذا المقام القرآني الكبير، شاكرا لرئيس الإدارة المركزية بالتلفزيون المصري وحافظ التراث القرآني
السيد الأستاذ عبد العزيز عمران الذي تفتخر به جمهورية مصر العربية على العالم الإسلامي بأكمله، وشاكرا أيضا العمدة حج لطفي سبحان وكذلك العمدة الحج أحمد لطفي. أشكر إلى شركاء الوطن والإخوة الأقباط جميعا، وجميعنا نهنئهم بعيد الميلاد. أشكر إلى كل نواب الشعب والشيوخ، وكذلك لعمد ومشايخ البلدان الكرام، وإلى كل شخصية وفدت لهذا المقام القرآني الكبير. من هنا وعلى الهندسة الإذاعية مهندس عبد علام وقناة المهندس أحمد الجعبري، الأعمال الفندقية المتميزة المدير حسام صابر بالتل الكبير، مهندس أحمد ناجي لأعمال الفراشة الكبرى. عقب صلاة المغرب يتجدد اللقاء، حتى ذاك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته. أشكر إلى عائلات صومع الكرام جميعا، محمد صومع، وإلى فضيلة الوالد والعلامة الجليل الشيخ أحمد صومع رحم الله الحج مصطفى صومع حبيب أهل القرآن الكريم جميعا. أيها الإخوة المؤمنون، شكر الله سعيكم جميعا. سلام الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.